هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مستمعينا في كل مكان وزمان، أحييكم أجمل تحية، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ومنكم وإليكم عبر ميدان التحدي، ميدان الشحنية، ننطلق في هذا المهرجان الكبير، في هذا الصباح الجميل. ها هي الانطلاقة للشوط 17 لهذه الانطلاقات، 4 كيلومترات هي مسافة هذا السن الجميل الذي يحمل الكثير والكثير من المعاني الخلابة لهذه الانطلاقات. إذا مشاهدينا الكرام، شوط الحقائق بكار، هنا الانطلاقة وهنا المشاركة في أول المراكز بهذه اللحظات. الشاهنية راشد بن أحمد بن علي الدوسري في أول المراكز هو المتصدر بهذه اللحظة. المركز الثاني، يا سلام، وصولا بالمزون، سالم بن حمد بن محسن الغياثي المري، يا سلام، يأتينا عبر المرتبة الثانية نقل إلى المركز الثالث. يا سلام، أرى الوصول، بنت الطاير عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الوزان نقل على المركز الرابع، وصولا بإبعاد هادي بن محمد بن هادي الجربوعي المري، يا سلام. المركز الخامس، يأتينا هناك ريماس راشد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، يا سلام يا سلام، أعددت للتو الخمس المراكز المتقدمة عبر هذا النداء وعبر الكادر الفعال لهذه الانطلاقات عبر ميدان التحدي. يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا أينما كنتم، ننقل لكم صوتا وعبر الصورة هذه المشاركات. أعود إلى مقدمة الشوط، هناك في التحدي مزون سالم بن حمد بن محسن الغياثي المري، أول المراكز، أرى التسلل، أرى المشاركة، وصول هنالك بنت الطاير عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الوزان، هو من غير وتسلل إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، أرى التسلل هناك من المركز الثاني، اللحظات الدخول بهذه اللحظة، وصولا شعار بن عقيل التي تصل مع هذا الشعار. يا سلام يا سلام، روح 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 مع مقدمة الشوط، لكن أرى المركز الثاني بالفعل هي المتقدمة بهذه اللحظة. من حاشة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت يأتينا على المركز الثاني. المركز الثالث، وصولا هناك سلالة سلطان بن محسن بن راشد بن نديلة على المركز الثالث. رابعا، وصولا هنالك بالوصول بهذه اللحظات، ايماس راشد بن علي الرميثي، راح 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 مع مقدمة الشوط. 800 متر تفصلنا عن خط النهاية، اول المراكز، اول العابرين، هناك بنت الطاير، هناك من حلقت في سماء هذا الميدان، بنت الطاير بنت الطاير، عبد العزيز الوزان هو في المقدمة، لكن هنالك بن عقيل، ما زال بن عقيل في المركز الثاني. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، 500 متر يا مضمرين، اللحظات الجميلة، بنت الطاير في أول المراكز، 400 متر بنت الطاير، يا الوزان ابن عقيل هنالك على المركز الثاني، يصلنا على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، من حاشة من حاشة، يا سلام، من حاشة غيرت وذهبت بهذا الشوط لجلال الله بن محمد بن طالب بن عقيل النار
ثابت. يا سلام اللحظة الأخيرة من حاشة، ولكن هنالك بنت الطاير، ومن حاشة بنت الطاير، من حاشة بنت الطاير. الله 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 الله، طارت 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 بنت الطاير. هنالك مع الناموس مع الوزان، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني من حاشة كان من نصيبه اللي جرى لمحمد طالب العقيل النابت. المركز الثالث 54 بالفعل وصولا بالشاهنيه لعبد الله سعيد الفلاسي. المركز الرابع كان بالوصول بفعل العنود نواف عبد الله بن ابراهيم. المركز الخامس بالفعل تصل سلاله لسلطان بن محسن بن راشد ابن نديله. اذا هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمه في هذا الشوط. نذهب مع ملخصي هذا الشوط والتوقيت الزمني للمراكز المتقدمه. كان من نصيب المركز الاول بالفعل من اللي بالفعل بنت الطايلي عبد العزيز عبد الله بن ابراهيم الوزان. وكان هذه اللحظات الجميله لهذه الاشواط. وكان التوقيت الزمني 6 دقائق 21 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. المركز الثاني بالفعل من حاشة لجار الله بن محمد بن طالب النابت. والتوقيت المزمني 6 دقائق 21 ثانية و8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث بالفعل كان بالوصول هناك الشاهنية لعبد الله بن سعيد الفلاسي. وأيضا التوقيت الزمني 6 دقائق 25 ثانية بالوفاء والتمام. هذه نتيجتنا لهذه الانطلاقة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.